يبدو أن زمن لجان التحقيق البرلمانية بدأ يقتحم الحياة السياسية وراتبتها، ففي أسبوعين تقريبا طلبان لتشكيل لجان تحقيق، الأولى كهربائية على خلفية بواخر الطاقة والثانية مالية لتبيان حقيقة الإنفاق منذ العام 1993. آخر لجنة تحقيق تألفت قبل نحو 10 سنوات، وفي سجل المجلس النيابي تبرز اللجنة التي شكلت في آب من العام 1972 لمتابعة ما عرف بصفقة صواريخ كروتال الفرنسية، إلى جانب لجنتي تحقيق الأولى في العام 93 بشأن صفقة طائرات بوما اتهم الرئيس أمين لجميل بالتورط بها، والثانية في العام 2003 للتحقيق في قضية الرواسب النفطية في عهد الوزير شهيب أرسوميان. وهاتان اللجنتان تولى رئاستيهما نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي. الهيئة العامة هي التي تقوم بتقرير مبدأ إجراء التحقيق البرلماني، وتقوم بدورها أيضا بانتخاب وتعيين أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية رئيسا وأعضاء. عندما ينتهي أو تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية التي قد تتمتع وفقا لنص المادة 143 من النظام الداخلي، قد تتمتع بصلاحيات قضائية واسعة، تتلو هذا التقرير أمام الهيئة العامة. فإما أن تتبنى الهيئة العامة مضمون تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وتتكون القناعة لدى السادة النواب براءة أو إدانة، وبالتالي يصوتون على مضمون التقرير أيضا براءة أو إدانة، أو أن يتم رفض التقرير أيضا برمته. اللجنة المطروحة حاليا تقدم بطلب تشكيلها النواب إبراهيم كنعان، ياسين جابر وعلي فياض، ومهمتها التدقيق في الحسابات المالية منذ العام 1993. ويأتي هذا الطلب بعد حملة ردود وردود مضادة بشأن لجان التحقيق، وبعد تقديم النائبين جورج عدوان وسامر سعادي طلبين لتشكيل لجان تحقيق في موضوع الكهرباء. حسنا فعل السادة النواب الذين تقدموا بطلب لجنة التحقيق للمرحلة الممتدة 93 حتى اليوم، ولكن يجب أن نعلم أن هذا الطلب سيؤدي إلى تكبير وتضخيم مهمة لجنة التحقيق، بحيث أنه سيؤدي عدم المحاسبة على فترة قليلة إذا كان هناك نوايا لتمييع. صحيح أن المحاسبة والتدقيق أساس لاستقامة النظام، ولكن في ظل التجاذبات الراهنة والحسابات السياسية، التشكيك في فعالية لجان التحقيق حقيقي وله دوافعه، خصوصا أن باب التسويات في لبنان دائما مفتوح.